الرسم الحضري. نعم، قبل أن نطلع في الحوار في الكواليس قلت لك لأول مرة راح تكون مع قناة جزائرية، قلت لي محمد أنا ما عنديش مشاكل أبدا مع الجماهير الجزائرية. لا أنا عمري في حياتي ما كان لي مشكلة مع أي دولة عربية. نعم. مش هذكر أقول الجزائر وتونس مغرب، أنا كل الشعوب وكل الدول العربية أو كانت الأفريقية بحترمها. أنا حب البلدي واحترام البلدي والتيشيرت بلدي، لازم أكون عندي تحدي مع أي حد. نعم. وإصرار مع أي حد، عشان كده الواحد الحمد لله بيفتخر إنه عمل لبلده حاجات كتيرة. بفتخر أكتر إن أنا كنت واحد من منظومة الكروية في مصر. نعم. ربما سخونة المباريات بين مصر والمغرب العربي هي اللي كانت ده طبيعي، بيحصل مع كل الدول، مش بس حتى في الوطن العربي. نعم. بيحصل في أوروبا في آسيا. بس هرجع وأقول لك، أنا من الحاجات اللي الواحد حزين عليها إن ما كنش فيها موجود المنتخب المصري والمنتخب الجزائري في كأس العالم اللي احنا فيه دلوقتي. ما أسباب غياب منتخب مصر عندكم؟ لا أسباب كتيرة، مش عايز أقول صراحة. أسباب كتيرة، الناس كلها شافت اللي حصل في إن كان في الماتشين بتوع مصر مع السنغال. نعم. أو نعم. الجزائر مع الكاميرون. أنت عارف في أفريقيا. نعم. فيها حاجات كتيرة عمرك ما هتغمض عينيك وما هتشوفهاش إلا في أفريقيا، بس ما بتحصلش إلا في أفريقيا. ورغم كده احنا تعودنا على الوضع ده زي ما انت. نعم. قلت 25 سنة عارفين المنظومة كلها بتتجدد، وكل المنظومة بيبقى عندها حاجات جديدة ما عدا القارة الأفريقية هي اللي. نعم. ما فيش عندها التجديدات. ورغم كده زي ما قلت لك هيفضل طول عمر منتخب المصري هو المنتخب المصري، الجزائر هو المنتخب الجزائري، الناس كلها كل المنتخبات إن كانت عالمية أو. نعم. أفريقية بتحترم مصر والجزائر. بس زي ما قلت لك الحاجة الحزينة إن اللي احنا شايفينه دلوقتي إن ما يبقاش موجود مصر والجزائر، والله يكون في عون الشعب المصري والشعب الجزائري. بس إن شاء الله زي ما قلت لك ما تعرفش الخير فين، إن شاء الله الفترة. نعم. اللي جاية يعني بالنسبة لمصر تعتقد أسباب تحكيمية والليزر اللي وقع في حاجات كتيرة؟ أكيد أكيد أكيد، ممكن من المباراة وبالذات المباراة اللي هي في السنغال، موضوع الليزر اللي هو بطريقة طبعا بشعة. نعم. موضوع مش هتكلم في حتة التحكيم يعني، بس أكيد حكم شايف كل العصبية، ومش عايز أقول عنصرية ولا عايز أتكلم في حاجات دي. هو زي ما قلت لك إحنا ممكن ما وصلناش كأس عالم بموضوع اللي هو حصل في ماتش السنغال. نعم. الجزائر نفس الشيء، حكم قسامة في اللقاء قسامة نفس الشيء. بس زي ما قلت لك أنا كحضري بحس بالشعب المصري دلوقتي وبحس بالشعب الجزائري حزن إزاي على التنظيم اللي إحنا شايفينه والحاجة الجميلة اللي إحنا شفناها، الملاعب، الجماهير، المنتخبات. نعم. منتخب السعودية اللي عاطي باور لكل المنتخبات. صحيح صحيح. عشان كده هي كرة القدم بترتبط بحاجتين أو بتاعت حاجات، حبك لبلدك. نعم. إصرارك وعزيمة اللي جواك، روحك اللي في الملعب في الآخر عطيت للناس كلها ولكل المنتخبات إن مفيش حاجة بين منتخب قوي منتخب ضعيف. نعم. بس في الأول والأخير زي ما قلت لك المنتخب مونديال العربي الذي ترشحه للتألق في هذا المونديال، السعودية، المغرب، تونس؟ والله الفرص كلها، أنا مش هتكلم على الكاميرون وغانا. نعم. والسنغال لأن هم يعني النتائج بتاعهم. بس زي ما قلت لك أنا أتمنى كل المنتخبات العربية تعدي الدور الثاني. أتمنى قطر تكون موجودة. نعم. أتمنى المغرب تكون موجودة، أتمنى تونس تكون موجودة، أتمنى الجزائر تكون موجودة. زي ما قلت لك إحنا كلنا. نعم. كشعب مصري أو شعب عربي كلنا فرحانين باللي بيقدمه دلوقتي المنتخبات العربية في كأس العالم. نعم. كابتن عصام، غياب الجزائر ومصر يعني غياب محرز وصلاح، هذين النجمين الكبيرين اللذين يشرفان العرب في المحافل الدولية وفي أكبر البطولات العالمية، كلمة عن هذين النجمين. بص احنا هنتكلم عن ما ينفعش نتكلم عن النجمين يعني خلاص اسمهم معروف وكل حاجة، بس زي ما قلت لك كأس العالم مفتقد، زي ما قلت لك مصر والجزائر مفتقد. نعم. محمد صلاح ورياض محرز. صحيح. وفي نجوم كبيرة وصلت كأس العالم برضو وموجودة دلوقتي بس ما حصلش نصيب، إصابات. نعم. ممكن يكون استبعاد. نعم. زي ما حصل مع بنزيما وماني وفي ناس في نجوم كتيرة، بس زي ما قلت لك برضو احنا بنحس بها كشعب. نعم. مصري. نعم. مفيش كأس عالم، جماهير حزينة، محمد صلاح ورياض محرز، نتمنى زي ما قلت لك ان شاء الله كل حاجة تصلح في القادم ان شاء الله. ان شاء الله. المنتخب الذي ترشحه للفوز بكأس العالم عصام؟ والله ما اقدرش اقول لك، بس يعني اتوقع يعني من غير ما اشوف البرازيل اتوقع البرازيل المرشح لنهائي. والارجنتين؟ الارجنتين لا،
طريق واحد الارجنتين والبرازيل لو انت لاحظت قبل. بص الارجنتين يعني عشان بس نتكلم برضو الارجنتين لها فرصه اكيد، منتخب كبير ولاعيبه كبيره، بس زي ما قلت لك لحد دلوقتي ما اقدرش اقول لك. يعني اسبانيا كسبت كوستاريكا 7، بس زي ما قلت لك ما اقدرش اقول لك دلوقتي مين، بس اتوقع يبقى الفاينل النهائي برازيلي مع مين لسه ما رونالدو ولا ميسي؟ لا انا بحب الاثنين صراحه، لان بحب الاثنين لا بحب الاثنين عشان الشخصيات. بص خلي بالك الواحد بيتعود لما يشوف لاعب يتعلم منه بيحبه. هم انت زي ما انت قلت هم قالوا من فتره من زمان ان احنا تنافسنا احنا الاثنين على رقم واحد 15 سنه. انا قعدت تنافست على 25 سنه على رقم واحد. صحيح. يعني انا اللي بحسها اللهم لك الحمد، بحس ان هي نفس المواصفات اللي هي موجوده في الحضري. موجود عندهم ان كان الموهبه والسرعه والقوه والحماس والروح والطموح اللي هو عايز يوصل له. وزي ما قلت لك دلوقتي هتلاقي كريستيانو شخص جديد في كاس العالم. من هو افضل حارس في العالم حاليا بما انك حارس مرمى وفي والله كاس العالم في وكلمه عن حارس منتخب السعوديه يعمل مباراه قويه؟ في طبعا ألسون طبعا، وفي كورتوبا طبعا، حراس مرمى عالميين، حراس مرمى يعني يعني ما ينفعش ان احنا في ناس ما ينفعش ان احنا نقيمها ونقول هم احسن ولا مش احسن. حتى لو حصل له دروب هو اسمه هو اللي بيحافظ زي التاريخ والبطولات. اللي احنا عايزين نقوله كمان ان هم لا حراس مرمى كبار، حراس مرمى لهم اسمهم بطولات. محمد العويس طبعا من الناس اللي انا بشكره، وبشكر حراس المرمى اللي معاه. بشكر مدربه، انا ما اعرفش عن مدربه. دي تعرفك ان الاربع حراس او الثلاث حراس اللي موجودين في السعوديه على اعلى مستوى، رغم ان محمد عويس ما بيلعبش في السعوديه اساسي. عبد الله المعيف اللي بيلعب، بس زي ما قلت لك تحسب له الراجل انهم جاهز الثلاث حراس. نتمنى له التوفيق في المباراه اللي جايه. فكر في المباراه اللي جايه اللي هي الاصعب. اخر سؤال لك عصام الحضري، 25 سنه على المستوى العالمي، افضل واسوأ ذكرى لك في كل مسيرتك الكرويه، واصعب مباراه لعبتها؟ لا ما بلاش أسوأ عشان بلاش لا انا احسن ذكرى ليك. انا بعتبر عندي احسن ذكرى هي لما بكون بحقق حاجه لبلدي. انت فزت باربع بطولات. ما انا بقول لك انا احلى ذكرى عندي لما بحقق بطولات لبلدي او للنادي اللي بلعب معاه. سيبك من الالقاب الفرديه او الالقاب اللي مفيش أسوأ. مفيش أسوأ. الأسوأ هقول لك لما بخسر بطوله. لما اخسر بطوله ان كانت مع منتخب بلدي واصعب او ان كانت او ان كان مع النادي. ليه يقول لك منتخب بلدي؟ ليه؟ انا خسرني 2 كاس افريقيا، انا واخد 4 كاس افريقيا. وخسر 2 كاس افريقيا. واحد وانا مدرب وواحد وانا لاعب. صحيح. ضربات جزاء 2017 خسروا مع الكاميرون، والثاني خسروا مع السنغال بضربات الجزاء. يعني لو كنت اخذت البطولتين دولت كنت بقيت في زي ما بيقولوا في مكانه ثانيه. صح ولا غلط؟ صحيح. ونسير القارورة تاع ابو جبل شكرا جزيلا لك وبالتوفيق طبعا وبشكرك. ما قلتيش اصعب مباراه لعبتها في مسيرتك. والله كل المباريات صعبه. مباراه ام درمان؟ لا والله كل المباريات صعبه صدقني. كل المباريات والله كل حتى تمريني صعب. يعني سر القارورة تاع ابو جبل، سر القارورة. لا دي شغل ودراسه وتعليم ومعايشات في اوروبا ودورات في اسيا ودورات في اوروبا والحاجات دي كلها. ما فيش حاجه اسمها حظ. حظ ايه؟ هو في حارس ياخد بطوله او لاعب ياخد بطوله بالحظ؟ مستحيل. يعني ما اتمرنش وما اشتغلش وياخد بطوله؟ لا انسى الحته ديت. انا بس انا اللاعب اللي يشتغل ويجتهد ويتعب ويبقى عنده طموح وغير على مكانه وغير على بلده وغير على التيشيرت بتاعه، هو ده اللي ياخد بطولات. نعم. انا اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين ومصر تكون موجوده، بس انتوا شعب جميل بتحبوا بلدكم، ونتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله المونديال اللي جاي تكونوا موجودين. إن شاء الله. بارك الله فيك كابتن. الله يخليك. شكرا.